الويب الاجاني الكابلات. ايوه شوفوا فين واقف الكابلات، واقف على منطقة ال 127 فيبو من الموجة الرئيسية 29 و8 هللات، الآن 29 20 في الشهري. طيب نحن قفلنا شهريا فوق ال 127 فيبو بانتظار قلنا مستقبلا اختراق 34 20 34 40 اللي هو نموذج الراية. طيب خلونا نخش الآن على التفاصيل اللحظية. شوفوا التفاصيل على اليومي. يا الله شوف فين واقف الأفندي، لعن ابو شيطانك، ضرب متوسط الميتين على اليومي. يا الله هذا الدعم لازم يرجع منه خلاص، روق المانجا يا ولد. شايفين يا شباب اللو هنا 26 20، القمة هنا 34.5. طيب فين الترند؟ فين الترند؟ إن شاء الله الترند يكون أقل من المتوسط. إيه والله ترى إذا كان الترند أقل من المتوسط نعطي أهمية كبيرة للترند وأخسروكم المتوسط ده العبرة فيه بالإغلاق. طيب يا شباب شوفوا الدعم حق الكابلات، هذا دعم الكابلات، هذا اللي لا نرجو كسره أبدا، هذا لو كسر وقفل تحته والله يا جماعة السهم ما يسوى قرش، حرام الواحد يقعد في وسطه أساسا يضيع وقته. أما ما داموا فوق الدعم ده ترين ده شررم، أنت الآن عند أهم دعم في الكابلات، وسبق للكابلات في موجة قبل كده مضاربية إنه ارتد من مستوى 28.80 وفي قبلها موجة 28.60، هذا المطبات شايفين. نحن إيش نقول لراعي الكابلات؟ يا ويلك إن أكد الكسر على 28.60، لأنه كده نكون كسرنا الترند عند 28.80. خلاص يا حبايبي أهل الكابلات، يعني السهم الآن يفترض عرفا هو في منطقة المناورة والتحدي، يعني اللي يبغى يسوي زي أبو محمود يقول له قوم يا واد العب بعيد مدري إيه، أنت عند الترند إيه. فين يصير السهم الآن في مصطلحات أبو محمود إيش هو؟ ها؟ اللي تابع مصطلحاتي السهم فوق ال 28.60 28.80 إيش نقول له؟ شررن، مو شررن يا شيخ، شررن شررن ايه شررن بالميم مو بالنون. طيب لو كسر السهم 28.60 ايش يصير؟ بزرمطي، وخاصة العبرة بالإغلاق بزرمطي. طيب بدأ يطلع السهم، قام اقتحم السهم، والله بيني وبينكم شوف السهم حيبقى شررم إلين يخترق إيش في المستقبل، ها؟ إلين يخترق إيش 34 ريال، إلين يطلع كده فيقتحم الترند هنا ويقتحم القمة السابقة ويقتحم اللي قلنا عليها 161 فيبو على الشهر، هناك يصير ايش؟ شمنك حلي. واذا وصل 40 ها 161 فيبو على الموجه الفرعيه واخترق ينقلب ايش؟ ينشكح. تمام؟ خلاص يا اهل الكابلات، وين منطقه التعديل؟ يا الله يا جماعه، يا الله يا جماعة، يا الله يا جماعة على هذه الناس اللي جالسة معايا. بعد ما حللت السهم واتفقنا على إنه ده دعم، يطلع لك واحد يسألك بكل بساطة يقول لك وين منطقة التعديل، إيش نقول له ده؟ يا ولدي يا ولدي حرام عليك يا شيخ، اتق الله فيا يا شيخ، يا شيخ اتق الله فيا. مشروط ما لم يكسر إيش؟ ها؟ يعني لو دخلت عدلت الآن فين توقف خسارتك في التعديل؟ إذا كسر كم؟
28 60 او 28 8. الان السهم قيمته 29 20، اذا بدا يستقر فوق 29 40 واخترق متوسط ال 50 29 60، يا سلام. متوسط ال 50 يوم مقاومه دحين، متوسط ال 100 عند 30 14 مقاومه، 38 فيبو من الموجة 31 30 مقاومة. وأنا أعتقد على الفريم اليومي داخل هذا المثلث الشمنكحولي يبدأ ب 31 30، يمكن تكشف 34 في موجة صغيرة زي كده. الله يسامحكم.